ازيك شباب؟ النهارده احنا بلعبة التوأمان مع كل يوتيوب السوشيال لايك واشترك وتنشر الفيديو يسحب كاش يستمتع وتشترك في قناة بودي جيمز وتدعخطنا في استرام يسر حمامي يا رب وتشترك في القناة وتشترك في قناة بودي جيمز وتعمل سبسكرايب وتعمل لايك. وبس يا شباب، بص اصل كان في حد معلق لي اسمه بيبو. بص يا بيبو، انت تكتب لي اللي كان معلق قبلك عاوز التوأمان ده اسمه ايه واخوك ولا لا. فانا وعلى العموم يعني نزلت حالك حط بس عشان ابقى عارف حساباتكم انتوا الاثنين، يعني عشان بعد كده اللي يبعت لي ابقى عارف. ويلا بينا نبدا شباب. دلوقتي طبعا انا هعمل حب باخوات جيراني الحوت توأمان، فربنا يستر. ممكن يا شباب من اختبحين خضة والله الشباب خضانين، ممكن ما نخدمهاش فعلا. وممكن ابقى انزلكوا حلقة، اللي عاوز ابقى انزله منها تاني حلقات تانية يبقى يكتب لي في التعليقات بسرعة بسرعة. عايزين نجلدها محمد تالت بالتنت. ايه الجد ده؟ ايه ده بقى؟ ايه ده؟ يا مغزى يا شباب على الاعلان ده. او بصوا بقى يا شباب، ده جليتش كده. طبعا احنا عاوزين حاجة يحتاج مفتاح، بس لو جبت الكروبر تفتح معك عادي الهواء عشان تكسر كده الباب. حبيت اعرفكم بس الجليتش ده عشان اللي بيسحق من الموضوع. ممكن ما نختم حشي و تاني احتوى. انزل بسرعة يلا، عايز جرني كمان احتوى. وقع مخلوقك، ايوه الاثنين بس تبع المفتاح. التلاتة ممتاز. ابصوا يا شباب، ديت برضو ليها جليتش هوريكم. ممكن حوش جليتش ممكن تكونوا عارفينه، بس يلا بقى ماشي دوت. يعني احم مش عاوزين نتكلم بقى، كمل فتح. اوكي هنرمي دوت. عاوزين بقى نفصل الكهرباء. وبص يا شباب، بص يا بيبو، هو احنا بننزل كل ما نخلص الاجزاء كل حلقه اول والتاني والسري بننزل برضه منها، فانت تستعجلش يعني، يا ريت ما تستعجلش. ويلا بينا نتفي. ولو حبيب نبقى انزلك تاني ابقى اصبر لحد ما نختم كل الاجزاء وابقى انزل لك انا. واي حد برضه عاوز يلعبها يبقى اكتب لي في التعليقات. وبس اقسم بالله اللي هيكتب لي تعليق ويعمل لايك واشترك هرد عليه في تعليق وهعمل له قلب ولايك وهشترك له في حسابه واللي اشترك كمان في القناه واللايك وتعليق وسبسكرايب. استغفر الله العظيم.
ça? Donc là, le fichier de mon ok. On continue. هلا شباب جيت بتتحط فممتاز يعني جيت برضو لانها حوت عايزين ننزل بس بص يا شباب انا لقيت جزئين ناقصلي الجزء التاني بس كده لقيت التلات اجزاء يبقى ممتاز اوي كويس اوي ممكن يعني نجلدهم يعني ونحاول نحرب كده يعني والفيديو ممكن ما يطولش ننزلوا نرجع لكم حمقهم للاسف الشباب بس اتفنشت ف بنوني في المكان ده فهنحاول ننزل تاني وزي ما قلت لك كده بيبو عشان انا مش هنزل غير بالترتيب والمتابعين الحبيب استغفر الله العظيم ما اعرفش انا ايه ده شوية يقولي طب انا اعمل ايه انسوش بالو جلتشت عجبتكم تعمل لايك واشترك عشان اللي مش متابعنا اوبس حبسني يعني اخترت جلتش برضو مش حالي بس يا شباب اوكي يا شباب رجعت لكم اول لما رجعت لكم التوقع جري على طول يلا عاوز امشي عشان افتح ما تمشي امشي بقى يا عم الحاج امشي حول لا قوه الا بالله امشي يا حول لا قوه الا بالله يعني افتح انا ولا اعمل ايه طب ما تمشي يا عم الحاج امشي بقى ايوه مشي حوا شباب رجعت لكم حوا شباب وحوا مشي كمان فيلا ارمي ده يا حلاوتي نجرب حما الاثنين اجيب السلاح ده وعرفه تاني ده جيب السلاح سلاح بس على دلوقتي اعرف اتعامل معهم وبيبقوا زي ما قلت لك هتعامل بالترتيب ويا ريت الحبيب ما بنزل عن حاجة يقول لي برضو بنزل اللي تحبين يعني الصراحة بحاس ابلع يا جرين ممتاز شكل في واحد حد ينزل ولا ايه كمل ممتاز وشباب زي ما قلت لكم كده اللي هكتب تعليق حرد عليه واشترك له في حسابه بقى فيها لحظة بس كده ماشي عم احنا ممكن ناخد دوت كده نبقى عملنا انجاز ولا يطلع يعني ضربت وجلدني طب ايه ده لا لا ده كده بجد بقى في حاجة مش طبيعية لا لا ويا شباب انا بنزل ماشي لحظة الاضاءة زايدة تحت انا بنزل اللي انتوا حابينه وخلينا نطلع تاني
هخليها تخش هنا. مش عارف ايه ده يا شباب، لازم اجيب السلاح عشان اعرف. في طلقة واحدة ليه حظ كده يعني؟ ايه ده يا شباب؟ الحمد لله اني معايا البتاع بقى. ايه ده يا شباب بجد؟ لا بجد لا مش طبيعي. وعقب الحمد لله على اللي افتح بقى. يلا شباب دي هو ايه ده يا شباب؟ ايه ده يا شباب؟ كل شوية عمال يجيلي الطابور بلع العدمة يا معلم. يا لهوي العدمة جيت مرة واحدة والكابتن البرنسي معاه مفتاح في جيبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ لا يا مقرفة فاهم. لا مش هوقف، هشتغل شوية كمان. مؤاخذة شباب خرجت من اللعبة. لحظة مؤاخذة يعني ما غلطت المهمة والغلط. فا يا بيبي زي ما قلتلك مش هعيد الموضوع ده تاني، ويلا بينا نكمل. هنحاول بقى نلعب في الجيم ده شوية كده ونجيب الماسك والجر اللي تحبنا وخلاص. هننزله ومع خلاص كده. يلا بسرعة بقى. هو ده بين حروب بس مش عارف بحرب ازاي من عنده. لو حد عارف اكتبه في التعليقات لان انا بصراحة نفسي اجرب احرب من عنده. لحظة بقى نكمل كده. تيم تاني ممتاز. المرة دي هنبدأ جيل كده على نظافة مش زي جبل تاني. لازم أول حاجة نخلص منهم. ممتاز.
ممتاز. ممتاز يا شباب. يلا نكمل يا شباب. ابلع. وجدت كده كانت حلقتنا النهارده. سوشيال لايك كل اشترك وتنشر في جسمك عشان استمتع وتشترك في قناة بودي جيمز ومع